شوقع لك اخويا تقنا كنت خارج مسخر للسفر مسيان نجيب الدواء مع 10:30 ديال الليل راجع مع 11 ديال الليل راجع من الفارماسيان غادي للدار تلقاو لي جوج موطور جاو لي من اللور مع الحق عندي باللور ضربني بالجنويه نيشان جلويه كبيره ضربني بها نيشان داك الدم كيهبط ليا وشادني شادني وكيقول لي جبت التليفون جبت التليفون كيضرب فيه كيضرب فيا بها حاط لي فوق راسي وكيضربني بها كيقول لي جبت التليفون التليفون ما بغاش يجبد ليا كنقول ليه اصبر نجبد لك التليفون اصبر نجبد لك التليفون بقى كيضرب فيا ضرب فيا هما جوج موطور واحد راكب على الموطور ما نزلش عندي بقى كيتسنى في صاحبه والاخر اللي نزل عندي بقى كيضرب فيا بجنويه ما كتعرفهم ما والو لا ما كنعرفهم ما والو ديال كمامه هو قصير وكيدور تما كيشفروا ديما هما تما داك الزنقه كيفاش ضربوا الحق من اللور ما عرفتوش كيفاش حتى الحق ضربني علاش عرفتو راه صاحبه معاه موطور وما شفار بقى كيقول لي جبد التليفون انا ما عرفتوش في الاول شنو باغي مني ضربني ودرت عنده كنقول ليه مالك كيقول لي جبت التليفون علاش عرفتو شفار وداوه داوه هو ولا كارت ناسيونال تليفون وبطاقه الهويه داوهم ليه هو بوانتي وقف داوهم شفروهم ما شاء الله ما شوقاش تقريبا ما شوقاش هادشي وقع مع 11 الليل راجع انا من الفارماسيان هادشي وقع مع 11 الليل غادي للدار يوميه كندو ديتشي ديما كيوقع كيوقع هادشي في ديك الزنقه تما ديما الناس كيتشفروا واش مشاري هذا زنقة المدرسة الصناعية حدا السونتر ديال درب كبير السونتر او اف بي تي ديال درب كبير تما حدا القشرة ديال العسكر قداش العبار ديال الجنوية جنوية كبيرة بزاف عرفتي كيجبدها هو كبر منه هو وحال معاه باش يجبدها باش يخشيها بغا يخشيها فاش بغا يديماري مع صاحبو وحال معاه باش يخشيها كبيرة والعرض فيها العرض شحال من غرزة عندك في الراس عندي ما عرفتش ما حسبتيش الوالدة ديالي اللي عارفة شحال من غرزة عندي ما بغيتش عندي وقال 4 الغرزات ضربه كبيره من هنا حتى لهنا ومجروح هنا وجههم شفتو في وجهه عاقل عليهم عاقل عليه جاو البوليس جاو البوليس البوليس ما كاينش البوليس والو ما كاينش لا امن لا والو بقيت ساعه الساعة من 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 11 لدابا باقي لا امن لا والو تلاقينا مع صطافيط وحده في الشارع محمد السادس تلاقينا معاهم صطافيط دايزه قالوا لنا سيروا للسبيطار صافي هادشي اللي قالوا لنا ما حتى لومبيلونس ما جاتش لا ما عيطناش لومبيلونس فاش عيط لومبيلونس في غاتجيك جاو حتى البوليس باقا تجي لومبيلونس ان شاء الله دابا اش غدير دابا غنمشي نديكلاري بهم وشوف مع السلطات اش غيديروا معايا نمشي نتفاسر حتى في غاتجيك صافي هادشي اللي كاين والتليفون داو لي التليفون داو لي رزقي ان شاء الله هذا ما كاين شحال داو لي الفلوس شحال داو لي الفلوس كاينه 220 درهم مخشيه هي ولا كارت ناسيونال مخشيه في البوشيطه قولي اول مره كتعرض السرقه اول مره غنتعرض السرقه باش حسيتي ضربوا لي بجنوي اول مره غنشوف شي حاجه باش حسيتي باش ضربني هو قال لك الحق ضربني ما قالش لي انا شفار ولا شي حاجه الحق ضربني وشدني عشدني بدا كيقول لي طلق التليفون والدم كيتقاطر من هنايا هابط لي الدم انا مع داك الدهشه والدم وداك الشيء عمري عشت لاكسي وادي كنقول لي صبر نجبد لك التليفون مع التليفون مسدود عليه بالصدفه كنقول لي صبر جبد لك التليفون بقى كيضرب يضرب ضربه ورا ضربه وضربه ولا ضربه والدم كيهبط ما حنش فيه وما كاين لا بوليس لا مخزن لا حتى حاجه داك الشارع والو كاين الضحايا بزاف كيتشفروا يوميا ما كاينش لي عقل عليهم مزيان عقل عليهم نشوفهم عقل عليهم قصاور دير كمامه ولابس جاكيطه كوير الموطور اش من لون موطور فيس كحل باقي دوبل في باقي ميكاتو دوبل في كحل جديد جديد باقي جديد يلا مشري فاش بغا يديماري ماشي داك الماطر اللي بريباري داك الشيء بقى غادي بشويه دار مع الموطور تكسيره هذا موطور باقي لا ماشي تقاوم يعني ما عشان نقاوم جنويه كبيره قد دكا يضربني يخسرني في وجهي يدير لي شي حاجه ماشي هي هذيك الضربه ما حيت الضربه اللي عندي في راسي الدم كيهبط ما كاينش لي عتقك الدنيا خاويه الزنقه خاويه ان شاء الله صافي ان شاء الله نشوف ديك انت ديك باش نصور الفور البلاط انت اخو ضربني هنا هذا من هنا كاينه حتى لهنا دقة من هنا حتى لهنا كاين شي جروح هنايا ما والاخر وجهو باين ما باينش الاخر دير القبض حتى هو كمامة كيبان فيه راجل دري ماشي شاب بينا فيه عندو شي 30 عام بحال هكا ساق الموطور رقيوق
ساق الموطور ورقيق وصاحبه هو اللي كيبراكي كيبراكي وهادو ماشي كيسرقوه كينتفوا كيهربوا هادو كيبراكي وهادو كيبراكا جابه يوقفوا على دريات يوقفوا على طوموبيلات يوقفوا على شحال من حاجه وعنده السيف اكيد حكوا كيضرب هو بعدا كيقولش لك انا شفار انا جبت داكشي اللي عندك كي الحق كيغفلك من اللور كيضربك ها نتوما تشوفوا الضربه اللي ضربني لما كتوجه الرساله ديالك كنوجه السلطه ديال درب سلطان في دا درب سلطان وفي السلطه ديال درب كبير و كاع السلطات باش يحبسوا لنا الشفاره شويه راه شو تعدوا لنا شو داروا لنا بقى يومين هادشي يومين هادشي يومين تعدوا الى اين نتمنى من السلطات ديال في دا درب سلطان يديروا معنا شي تاويل فهاد السرقه وفهاد الشيء والاعتداء والبراكاج بالسيوفه يديروا معنا شي تاويل بزاف هو اللي انا تعدى نخاف ونخرجوا السيوفه الساطور اي حاجه كيبداو يغريسيو بها وحشومه لا والعتيد ما لا حول ولا قوه الا بالله احسن كلمه كاع تكيس تكيس على راسك خليو شي دواء بعدا ولا شنو راك دابا كنحس راسي في الدوخه وراسي موعتني بزاف ان شاء الله نحبس دابا سترتاح مع راسك ولدي سير الله يعوض ديرك مرحبا راني بقيتي حيره لاباس ولدي ما بغيتش ضربه خايبه ان شاء الله وصل كان ما كي غير كيضرب فيا كيضرب فيا كيضرب كيضرب مني هذا الدقه الاولى بعدا عطاني فيها بقى كيضرب يضرب يضرب وانا ما خلانيش حتى الفرصه نجبد ليه كنقول ليه تسنى تسنى نعطيك التليفون انت بغيتي تعطي التليفون باغي والدم اخويا شنو ما نعطيش التليفون والدم والسيف السيد راه سيف هازلي على هزلك سيف سيف اعطي اللي بغى بحال السلاح ابيض ساطور كبيره كبر منه قلت لك السيف كبر منه خاشي هنا كيدير لي بحال خشي ودا طلع قضي مع صاحبه غادي عاد فين جا تشفر ولا موت ولا تفرقع ولا وقع لك اللي وقع لك في راسك ولا طير لك يدك طير لك رجلك ما كاينش لي عاتقك ان شاء الله ان شاء الله اذن مشاهدين الكرام كانت هذه ضحيه اعتداء بالسلاح الابيض على مستوى الراس ضرب وجرح وكذلك السرقه عفوا لغرض السرقة الضحية تلقت العلاج هنا بمستشفى الحسن الأول منطقة الفداء يعني مجموعة من الإكراهات اللي كتعيشها يعني ساكنة منطقة الفداء خصوصا انتشار ظاهرة السرقة بالخطف وكذلك السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض كتمنى أنه يكون هناك حل جذري لهذه الظاهرة اللي كتعرف في مدينة الدار البيضاء على العموم إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي نهاية البث المباشر من منطقة الفداء إحنا نلقاكم بث آخر مع المزيد من التفاصيل بخصوص هذه النزيلة.